الإصابة رقم 4 الكاربايتس أو البوب ني أو التروماتيك أرترايتس للكاربال جوينت. التعريف بتاعه ده عبارة عن أكيوت أو كورونيك إنفلاميشن للكاربال جوينت. يبتدي في البداية أكيوت ياخد السر سنيتشر، وبمرور الوقت يبدأ يتحول من أكيوت كرونيك مع تكوين نيو بون جروسز تبدأ تظهر على العظيمات بتاعة الكاربال جوينت. الإصابة دي بتأثر على ثلاث حاجات في المفصل، بتأثر على الجوينت كبسول، كبسول بتاع الجوينت من بره باللون الأحمر، بتأثر على الليجامنت كاربال ليجامنت، بتأثر على البون. يبقى ياخد البون ياخد الليجامنت ياخد الجوينت كبسول، يبدأ سرس وبعدين بمرور الوقت يبدأ يتحول لكرونيك فورم ويبدأ يتكون نيو بون جروس على السطح بتاع العظم بتاع الكاربال جوينت. الأسباب بتاعت الإصابة دي الباد كونفورميشن دي رقم 1 زي الكاف ني أو زي البنش ني أو اللاترال ديفيشن للميتاكاربال بون أوفست ني، الريبيت كونكشن الخبطات المستمرة متكررة للركبة، الريبيت تروما. الأعراض لما اتكلمنا على الديفينيشن قلنا إن ده فيه منه شكلين، يبدأ أكيوت وينتهي كرونيك، يبدأ سرس وبعدين بمرور الوقت يبدأ يتكون نيو بون جروس، وبالتالي هتلاقي فيه شكلين للأعراض للأكيوت فورم وللكرونيك فورم. الأكيوت فورم اللي هو الشكل الحاد نمرة 1 هتلاقي فيه سبورتينج أند سوينجينج ليجمنتس. يعني إيه سبورتينج ليجمنتس؟ يعني هتلاقي فيه وقفة مش مظبوطة للحيوان، الحيوان بدل ما يوقف يملى رجليه الاتنين في الأرض لا بيبقى واقف على السليمة وكاسر الرجل اللي فيها إصابة. وإحنا اتفقنا إن الشيفتنج ده أو إن الحيوان يوقف على رجله ويرفع التانية ده مش طبيعي في القوائم الأمامية، يبقى ده السبورتنج ليجلينس. طب السوينجنج ليجلينس دي معناها إن شكل العرج هيبان كمان أثناء المشية بتاعت الحيوان، يعني هو ماشي هيعرج والحيوان وهو واقف هيبقى واقف وقفة مش مظبوطة، ده اللي بنسميه السبورتنج ليجلينس والسوينجنج ليجلينس. هتلاقي الحيوان حتى هو واقف هيبقى من نوع من انواع الفليكشن او درجه من درجات الفليكشن للكربال جوينت، يعني تاني المفصل شويه مش قادر يفرد المفصل لان فرده المفصل هتبقى مؤلمه للحيوان، وعشان الحيوان يتني الركبه لقدام يبقى هيرفع الكعب شويه عن الارض هيبدا يقف على المشط اكتر من الكعب. شورت انتيريور فيز سترايد، كون ان الحيوان ياخد الجزء الامامي من الخطوة ويفرد الرجل على استقامتها علشان ياخد الخطوة مؤلم للحيوان، فالحيوان ما بيقدرش يفرد الركبة للاخر، فبالتالي الجزء الامامي من الخطوة اللي هو الانتيرور فيز سترايد النص القداماني من الخطوة هيبقى قصير ويتعوض الناحية التانية، يعني الانتيرور فيز سترايد في الرجل السليمة يبقى طويل والبوستيرور يبقى قصير. يبقى هتلاقي فيه سبورتنج ليج ليمنس، هتلاقي فيه سوينجنج ليج ليمنس، هتلاقي فيه فليكشن للجوينت، هتلاقي فيه سويلنج للجوينت، الجوينت حجمه زاد عن الطبيعي نتيجه افيوجن للساينوفيا داخل المفصل مع الارثرايتس، هتلاقي فيه شورت انتيريور فيز استرايد. الكلام ده بالنسبه للاكيوت فورم او الاكيوت ستيج. الكرونيك ستيج بيبدا بقى الالم يقل فيبدا الليمنس الدرجه بتاعته تقل وما بيبقاش ملحوظ الا لو عملت تروتنج للحيوان ممكن تلاحظ الليمنس، فيما عدا ذلك هتلاقي الحيوان الى حد ما المشيه بتاعته طبيعيه لان الدرجه بتاعت الالم قلت. ويبدا يتكون نيو بون جروس على الانتيريو ميديال اسبكت بتاع الكاربال جوينت على ثلاث عظمات اساسيين، على الريديال وعلى الانترميديات وعلى السيرد كاربال بون. كاربال بونز عبارة عن صفين، الصف اللي فوق ثلاث عظمات من جوه لبره راديال وانترميديت والنر، الصف التحتاني ثلاث عظمات من جوه لبره رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، وفي واحدة موجودة من ورا اللي هي اكسسوري كاربال بون، يبقى كده فيه سبع عظمات. على السطح الامامي انتيريور وميديال، يعني الراديال والانترميديت والسيرد كاربال بون، يبدا يتكون على السطح بتاعهم نيو بون جروس. وخلي بالك من المنظر ده عشان هيتشابه مع المرض اللي جاي، فعشان نفرق ما بين الاثنين. التشخيص من الهيستوري والكلينيكال ساينس والكلينيكال اكزامينيشن مهم جدا هنا ان احنا ناخد في المقاشع علشان يبين لي اذا كان السطح بتاع العظم بدا يظهر عليه نيو بون جروس
هل الارتكيوليشن من جوه بدأ يظهر فيها نيو بون فورميشن ولا لا، لان دي هتحدد لي البروجنوز بتاع الحالة هيبقى ايه. العلاج، العلاج مش سكسسفول اذا وصلنا للكرونيك ستيج والارتيكولار سيرفيس بتاع البون بدا يظهر عليه نيو بون جروس. صعب ان انت تشيل النيو بون جروس من على الست عضمات دول. بالنسبه للاكيوت فورم اللي هو السيروس فورم، ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، اكيوت ارثرايتس. فالتريتمنت من الاكيوت انفلاميشن اللي اخدناه السنه اللي فاتت، الكورتيزونات كانت انفلاماتوري، سواء نديها سيستميك او تتحقن جوه المفصل نفسه، بانديج علشان يعمل سبورت للقائمه، راحه للحيوان لفترات طويله، تدي ريست للانيمال وتدي ريست للاورجان. الف ب طالما هتستخدم انالجيسيك انت انفلاماتوري لازم تدي راحه للحيوان. طيب اذا مشينا في ناحيه الكرونيك والعمليه بقت قديمه وبدا يتكون نيو بون جروس، يبدا يستخدم بقى البلسترنج والفايرنج والليج بين لمده 3 اسابيع ويدي ريست فترات طويله للحيوان. وتخلي بالك من حاجه، قصه البلسترنج والفايرنج، الكي مش هيشيل العظم اللي اتكون على المفصل، هو هيقلل حجم الورم. تقليل حجم الورم ده نتيجة ان بيحصل ستيميوليشن للسيركيوليشن ويحول الكرونيك انفلاميشن لاكيوت انفلاميشن، فالسوفت تيشو بيبدا يحصل ريدكشن للسايز، لكن العظم اللي اتكون مش هيروح بالكي. دي بيبقى فيها نوع من انواع العذاب للحيوان والنتيجة منه مش قد كده. فبنعمل الكي علشان نخلي الحجم بتاع السويلنج يقل، لكن ما تأملش ان العظم هيختفي، العظم الكبير اللي بدأ يتكون على الارتكوليشن سيرفيس مش هيروح، ويفضل في لينس مستمر مع الحيوان.